البروبلمز اللي معانا هنا، اول حاجه بيقول لي ان في شركه بتصنع تو برودكت، حلو؟ قال هما الاثنين على مين؟ تو اسمبل لاين. قال ان اسمبل لاين ده كام؟ مين؟ افيلابل 100. يبقى الاسمبل لاين يعتبر ايه؟ بارامتر. افيلابل بتاعه كام؟ 100. الثاني كام؟ 42. قال كل برودكت يتطلب 10 من ايه؟ من اللاين واحد. اجي كده ارسم له اقول له عندك هنا ايه؟ برودكت واحد وبرودكت اثنين، وعندك لاين واحد ولاين اثنين. هنا الافيلابل بتاع لاين واحد كام؟ 100. وهنا الافيلابل كام؟ 42. وبعدين هاجي بيقول لي خلي بالك ان كل برودكت يتكلف يتطلب كام؟ 10 ساعات من كام؟ من لاين واحد. اجي عند لاين واحد كده واقول له هنا كام؟ اهو 10 و10. تمام؟ طب عندي هنا ايه؟ قال ان خلي بالك برودكت واحد وبرودكت اثنين كل واحد فيهم 10 من لاين واحد. اقول له عندي لاين واحد اهو، برودكت واحد فيه 10 وبرودكت اثنين فيه 10، الافيلابل هنا كام؟ 100. طب وبعدين تكمله المساله قال ان لاين اثنين فيه شغال على برودكت واحد كام؟ 7، على برودكت اثنين كام؟ 3. اجيب لاين اثنين اهو عند اهو، لاين اثنين برودكت واحد 7، برودكت اثنين كام؟ 3. وبعدين قال لي انا عاوز بروفيت، يعني المساله ايه؟ ماكسمايزيشن. من برودكت واحد بيكلفني بالمكسب بتاعي بكسب 6، بروفيت من اثنين كام؟ 4. عاوز اعمل فيرمينيشن واحلها عن طريق الجرافيك، اقول له تمام انا دلوقتي 6 او 2. حلو؟ وبعدين اجي ابدا احل بقى المساله عندي. اجي اقول له اول حاجه ماكس زد كام؟ هاجي افترض الاول ان برودكت واحد ده اكس 1، برودكت 2 اكس 2. وبعدين هقول له الزد هنا مين؟ 6 في اكس 1 بلس 2 او 4 كام؟ اكس 2. هو قال ان هنا 4. تمام كده؟ اهو قال لي 4 من ايه؟ برودكت رقم 2. وبعدين هاجي اقول له بعد كده سبجكت 2 او الكونسترينت كام؟ هقول له 10 اكس 1 بلس 10 اكس 2 اقل لي منها او تساوي كام؟ 100. وبعدين 7 اكس 1 بلس 3 اكس 2 اقل لي منها او تساوي كام؟ 42. تمام كده؟ دي اول حاجه. يبقى انا عملت الفورميوليشن، ابدا احلها جرافيكال ازاي؟ هفترض ان المعادله الاولى دي كده الاكس 1 دي اقولها ب 0، طب الاكس 2 هتبقى بكام؟ تبقى ب 10. طب لما اجي احط الاكس 1 الاكس 2 بصفر، الاكس 1 هتبقى بكام؟ ب 10 برضه. طيب اخد المعادله الثانيه اقول له 7 اكس 1 بلس 8 اكس بلس 3 اكس 2 اقل منها تساوي 42. احط الاكس 1 بصفر الاكس 2 بكام؟ 14. طب لو حطيت اكس 2 بصفر الاكس 1 بكام؟ ب 6. يبقى انا اجي ارسم بقى اقول له هنا اول حاجه كام؟ 0 و10. اقول له 0 و10 اهو. بعدين ثاني حاجه 10 و0، اجي اقول له انا اهو 10 في دي كده و0. وبعدين اجي اوصلهم بعض اهو 10 و0، فهتبقى 0 و10 و10 و0 اهو بالشكل ده. اقل مني ولا اكبر مني؟ اقل مني، يبقى ايه؟ اظل الكل اللي تحت ايه؟ اللي راح للزيرو. طب افرض اكبر مني، يبقى اللي طلع فوق كده بعيد عن الزيرو. رقم 2 0 وكام؟ 14. اقول له انا 0 و14. ثاني حاجه 6 و0 اهو 6 و0 بالشكل ده. اجي اوصل ابدا اوصل بالشكل ده كده. حلو؟ يبقى مين بقى اللي بتقبل هنا؟ قال لك ده كله. يبقى المنطقه دي 0 و0، هنا 0، هنا 0 و10. النقطه دي ابدا احل المعادلتين مع بعض والنقطه دي بتاعتي. حلو كده؟ وبعدين خلاص انا بدات بقى حليت المسالتين مع بعض، طلعت عندي 3 و7. يبقى انا في عندي اربع نقط 0 و0 وكام؟ 0 و10، بعد كده 3 و0 دي 3 و7، بعد كده 0 و10. تمام؟ اجيب الزد هعوض عن الزد مين؟ بقول لي الماكس زد 6 اكس 1 بلس 4 اكس 2، يعني 0 في 0 0 6 بكام؟ ب 0. بعد كده 0 في 4 ب 0. طب والثانيه 3 في 3 و0، اقول له 3 في 6 ب 18 و4 في 0 ب 0. وبعدين عندي 3 في 6 بلس 4 في 7 46. طب و0 و10؟ انا 6 في 0 بعد كده 4 في كام؟ ب 10 40. ال 46 دي اسمها اوبتيمال سولوشن. ده كله يا شباب 0 و0 3 و0 3 و7 0 و10 يعتبر ايه؟ كلهم حلول صح، بس افضل حل في مين؟ اوبتيمال اللي هو مين؟ اللي هو ال 46.
ليه؟ عشان بتطلع لي اعلى مكسب. يبقى اعلى مكسب لو انتجت 3 من برودكت واحد و7 من برودكت اثنين، هيجي لي اعلى مكسب من الشركه دي. تمام كده؟ بيقول ان في شركه بتصنع اساس، الشركه دي بتصنع شير وتيبلز. تمام؟ يبقى الشير وتيبلز اوتوماتيك ايه؟ اوتوماتيك برودكت. وافترض ان الشير ده اكس واحد والتيبلز دي كام؟ اكس اثنين. حلو. قال لك ايه؟ الليبل وود، الليبل وود تعتبر ايه؟ بارامتر. طب الافيلابل من ليبل كام؟ 80، ومن الوود كام؟ 36. حلو؟ بيقول ايه؟ بيقول ان كل تشير كام؟ 8 ليبر و2 من الوود. اجي هنا كده اجي اقول له بالشكل ده، عندي ليبر وعندي وود وعندي بروفيت اه. حلو؟ و8 من الشير وكام؟ 10 من الوود. اه. فقال عندي كام؟ اه 10 من او 8 من الليبر و2 من الوود. عندك 8 من ليبر اهو و2 من الوود للشير. طب والتيبلز بتتضمن كام؟ قال ان التيبلز عندي 10 من الليبر و6 من الوود. 10 ليبر اهو و6 وود. طيب بروفيت، قال عندي بروفيت، يبقى البروفيت ده تعتبر مساله ايه؟ ماكسمايزيشن. 400 اكس 1 بلس 100 اكس 2. هاجي اقول له كده 400 و100. قال لك بس في عندك حاجه بسيطه قوي قالها لك. قال الديماند فور تشيرز از ليميتد تو 6 بير دي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي المتاح بتاعي في انتج شيرز في اليوم 6. يعني ايه 6؟ يعني 6 كراسي انتجهم في اليوم. يعني معناها ايه؟ يعني ممكن 6 ممكن اقل من معناها ايه دي بقى؟ قال معناها انا اقول له كده ان الاكس 1 اقل من او يساوي 6. تمام؟ طيب افرض قال لي هنا ايه؟ ان الديماند من التيبلز 6، هعمل ايه؟ هقول له ان التيبلز كام؟ اكس 2. يبقى اكس 2 اقل من او يساوي 6. دي كونسترينت جديد. بص لوحده كده، ولا قال عليه ليبر ولا قال عليه وود، هو كده بيقول ان انتج من الشيرز 6، ما اقدرش انتج اكتر من 6. اقول له كده ان الاكس 1 اقل من او تساوي 6. حلو؟ اهو 400 اكس 1 بلس 100 اكس 2، وهنا 8 اكس 1 بلس 10 اكس 2 اقل من او تساوي 80، و2 اكس 1 اهو بلس 6 اكس 2 اقل من او كام؟ 36. حلو؟ وابدا احل المساله وكل حاجه. لما اجي ارسم اكس 1 دي بقى احطها ايه؟ الاكس 1 دي معناها الاكس 2، هل في اكس 2؟ لا بصفر. اقول له اكس 1 اهو واطلع السهم ده. طب انا دلوقتي هل اكس 1 دي اكبر من ولا اقل من؟ اكبر من، يعني الخط بتاعها بايه؟ بناء على ايه؟ على الصفر كده. يبقى الشكل بتاعها اهو ده كله كده اللي معانا. اجيب النقطه دي تقاطع مين؟ تقاطع المعادله بتاعت رقم 6 دي اللي هو ده، احل دي معاها وتقاطع مع كام؟ المعادله دي الاولى. يبقى حل 8 اكس 1 بلس 10 اكس 2 يساوي 80 مع اكس 1 بيساوي كام؟ 6. طب عشان اجيب النقطه دي، طب النقطه دي تقاطع مين؟ هتلاقي تقاطع معادله 10 و18 اللي هي كام؟ اللي هي 8 اكس 1 بلس 10 اكس 2 مع 2 اكس 1. واجيب النقطه دي بعد كده هتلاقي ايه؟ حل المساله دي. يبقى هلاقي نقط عندي كتير قوي، ان الزد بتقول لي كام؟ 2400، وهنا كام؟ 2173، وهنا 800، وهنا 2720. اخد مين؟ كلهم حلول، بس اخد مين؟ اوبتيمال سوليوشن هي 2720. تمام؟ دي اي نقطه هنا هنا اسمها ايه؟ فيسابول سوليوشن. طب المنطقه دي كلها اسمها ايه؟ منطقه فيسابول ريجن. طب لو في نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، تعتبر ايه؟ ان فيسابول. يبقى النقط دي كلهم فيسابول. حلو؟ اسمه فيسابول بوينت، بس اكبر واحده في الزد اسمها ايه؟ اوبتيمال سوليوشن. هنا برضه بيقول لي في محل مجوهرات او صنع اللي هي بتاعت حاجتين مجوهراتهم، بيقول لي بس عندي حاجه عاوز اصنعهم من الجولد او بلاتينيوم على طول. ده بتاعت العقد ده والبراكلت بتعتبر مين؟ برودكت واحد وبرودكت اثنين. طب والجولد والبلاتينيوم تعتبر مين؟ هما الاثنين يعتبروا بارامتر. حلو؟ طيب البارامتر الافيلابل كام؟ 18 بس من جولد و20 بلاتينيوم. حلو؟
طيب انا دلوقتي برودكت، هفترض ان النيكليكس ده اللي هو كام؟ اكس واحد، فاقول له 3 منه من الجولد و2 من البلاتينيوم، هي كده اقول له 3 من الجولد و2 بلاتينيوم اهو، 3 من الجولد و2 بلاتينيوم. حلو، بعدين الثاني بقى ان هو الثاني بيقول لي افترض 2 من الجولد و4 من البلاتينيوم اهو، هقول له هنا كده، هاجي اقول له 2 من الجولد و4 من البلاتينيوم، يبقى ده مين الكونسترينت، ولا افيلاب هنا 18 ولا افيلاب هنا كام؟ 20. وبعدين هاجي بص قال لك هنا ايه؟ قال لي الديماند بتاعت الايه؟ البراكلتس اللي هو الاكس 2 ما يزيدش عن 4، يبقى ده هقول له اكس 2 اقل من كام؟ هقول له اقل من 4. حلو، وبعدين هاجي ابدا احل بقى المساله، قال لي المساله تعتبر ايه؟ بروفيت ولا كوست؟ هنا بروفيت، يبقى بروفيت من 300 400، هاجي اقول له هنا كام؟ 300 400، ابدا احلها اقول له الزد ايكوال كام؟ 300 اكس 1 بلس 400 اكس 2، هنا مينوايزيشن وماكسمايزيشن، ماكسمايزيشن عشان اقل بروفيت، بعد كام؟ 3 اكس 1 بلس 2 اكس 2 اقل منها يساوي كام؟ 18، و2 اكس 1 بلس 4 اكس 2 اقل منها يساوي كام؟ 20. خلي بالك الاكس 2 اقل مس اقل من كام؟ 4، اقل من بس ليه؟ عشان قال لي ان العقد الثاني ده بنتج ما بنتجش اكتر من 4 بس، يبقى اقل من كام؟ 4. عملتها فورموليشن، هتبدا تحلها ايه؟ جرافيكال سولوشن، سهله خالص. تمام كده؟ مسألة برضه هنا بيقول لي أنا دلوقتي عاوز أشتغل ماكسمايزيشن، ماكسمايز بروفيت، عندي شركة بتصنع منتجين، أقول له برودكت واحد وبرودكت اثنين، ده إكس واحد وده إكس اثنين، كل برودكت عند أند جروب والأسمبلي، تعتبر حاجة اسمها إيه؟ عند الأسمبلي وفينشن بروسيس، أسمبلي وفينشن بروسيس تعتبر إيه؟ بارامتر، وبعدين إت إز ترانسفيرد لإيه؟ وير هاوس، يعني بتخزن إيه؟ للمخزن بتاعي. قال الفيرم في عندي كام؟ 80 من الاسمبل و112 من ده، هاجي كده اقول له ان في عندي كام؟ اهو ده 80 وده 112، ده افيلبل من برودكت واحد وده افيلبل من برودكت اثنين اللي هو البارامتر بتاعي. بعد كده قال لي قال بتخزن ايه؟ قال لك اند كان ستوري ماكس كام؟ 40 يونتس ايه؟ ان هاوس. حلو؟ كل يونت بقى برودكت واحد وبرودكت اثنين كام؟ 30 التكلفه بتاعتي، وبعمل كام؟ بستهلك 4 من الاسمبل و14 من فينش، اجي هنا كده اقول له 4 وكام؟ و14. بعد كده تاني هقول لي كام؟ قال لي هنا ثانيه هقول لي هنا 2 برودكت 2 كام؟ المكسب بتاعه 70، وطلب كام؟ 10 و8، اقول له هنا كام؟ 10 و8، والبروفيت هنا 30 وهنا 70. حلو؟ تمام كده؟ هاجي اقول له خلي بالك الزد الماكسمايزيشن الزد كام؟ 30 اكس 1 بلس 70 اكس 2، هنا 4 اكس 1 بلس 10 اكس 2 اقل منها يساوي كام؟ 80، وهنا 14 اكس 1 بلس 8 اكس 2 اقل منها يساوي كام؟ 112. بس هنا قال لي في حاجه هنا مهمه جدا، قال لي ات كان ستور ماكس 10 يونت ان ايه؟ وير هاوس، يعني عندي ده كونسترينت 3، يعني خلي بالك ان المخزن بتاعي ما بيشيلش اكتر من كام؟ اكتر من 10، يبقى ده تعتبر ايه؟ ان الاكس 1 والاكس 2 تعتبر ايه؟ اقل من او تساوي 10. ابدا احلها نفس النظام وابدا اجيب ايه؟ الجرافيكال سولوشن. يبقى انت عندك ثلاثه كونسترينت، الماكسيمم اكبر حاجه كام؟ 10، يعني اقل من او تساوي 10. حلو؟ وابدا احل المساله هقول له كام؟ 4 اكس 1 بلس 10 اكس 2 اقل منها يساوي كام؟ 80، والثانيه 14 اكس 2 14 اكس 1 بلس 8 اكس 2 اقل منها يساوي كام؟ 112، والاكس 1 بلس اكس 2 اقل منها يساوي 10. مين دول؟ المخزن، يعني المخزن بتاعي ما بيشيلش اكتر من كده، وافترض ان الاكس 1 والاكس 2 اكبر منها يساوي كام؟ الصفر، وابدا احلها ايه؟ جرافيكال سوليوشن مع الثلاثه دول.